المزيد إذن مشاهدينا الكرام بشأن طالب الدكتوراه القتيل إيهاب رزاق العصيبي، معنا عبر الهاتف من النجف والد القتيل السيد رزاق، مرحبا بك. بداية لو تحدثنا عن ملابسات قتل نجدكم إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يخليك عمي. عمي ابني مواليد 91، نعم، طالب دكتوراه بالجامعة المستنصرية، نجاحه كله من الأوائل، فهذا صديقه بالجروب، صديقه بالجروب، نعم، صار له بحدود السنتين، أكثر من سنتين، فهل فترة هذه يلح عليه بأن يشتغل وياهم بأي جهة ما يعرف؟ نعم. أي جهة ما يعرف؟ أي والله. فرفض يشتغل وياهم. آخر ما توصل قال اشتغل ويانا بالجيوش الإلكترونية على حاسبتك وشيل المبلغ اللي طلبه من تشياء. فرفض ما قبل. نعم. فمن رفض اتفاجأنا انطرقت الباب علينا يوم الأربعاء المصادف 25/4، طلع ابن الزغير لقى شخص لابس لحية صناعية ومناظر وكاسكيته، قال له إيهاب موجود؟ قال له موجود. قال له صيحة أمر تعيينه طلع لازم بيد أوراق. فهذا خطيه استوى مخلص ثلاثه ابوين غدا يتغدى، عارف الغدا وقام فرحان بالتعيين. نعم. وطلع لقى الشخص قال له تفضل اخي، قال له لا اشكرك تعلي هنا هذا امر تعيينك. طلع انطلق جاي يقرا به اخوه الصغير يقول مديد الظهره الشخص هذا ثنايا لزم ظهره يقول طلع مسدس يزن الاثنين بيه ضرب ابني بقصه خرجت من نخاع الشوكي وعصى وشرب. هل عرفتم لمن تابع هذا الذي قتل ولدكم؟ ما سمعت. هل عرفتم لمن تابع، لمن يتبع هذا الذي قتل ولدكم؟ نعم نعم نعم. كشفتهم الاتصالات، جتنا الجهات المختصه الاستخبارات والمكافحه، فهموا من؟ قلنا له ما نسمع حد. ما واحد ببالكم؟ قلنا له لا والله. نعم. اخذوا الجهاز مال ابني الموبايل كان مقفول برقم سري ما قدرنا نفتحه. هم الحكومه فتحته. فمن فتحوا الحكومه اجوا على اتصالات المتصلات بالرقاب. نعم. راقبوهم شافوا عائديتهم ببغداد. زين ذاك اليوم موجودات هنا. وقبل 10 أيام موجودات هنا، وقبلها موجودات هنا. فتحروا عليها نجوا على البرج اليمنى الان من نفذ اتصل هذا محمد باقر، وين اتصاله بالخضراء. زين؟ يعني اتصال من المنطقة الخضراء كان، نعم. اي اي اتصل بالخضراء. نعم. اي الرقم اللي اتصل بعراقنا بعراقنا، واحد بالخضراء وهو هذا النفذ. النفذ نعم. محمد باقر. اتصل بمحمد رضا، محمد رضا وين؟ بمكتب رئيس الوزراء، مكتب العبادي. عرفت شلون؟ نعم. اي فنزلت خاصة الدولة واتجهت على هيك امور مشت، فتابعت السيارة من البرج اليمنى طلع خلف السيطرات، السيارة مع الأمن الوطني. نيسان صن يجلونها، هذا اللي ما يؤذن عدد المدنيين. نعم. مظللة. عليها صقر بغداد في الجامع. تابعتها الكاميرات ما مشوفين بس من نفذ واتصل تابعوا الاتصالات. فصار اتجه على خان النص منطقه المزوقه، هاي موجوده بالاتصالات كان شفته. والساعه بيش طب الرجيبه وطب اللطيفيه. يعني الان الى ان الان اربعه اشهر والتحقيقات مستمرة، يعني أين وصلت النتائج؟ كيف تابعتم سير التحقيقات؟ أين وصلت النتائج؟ هل لمستم محاولة للتغطية على هذه الجريمة أم هناك نتائج يعني في التحقيق؟ النتائج موجودة، القبض موجود.
على من ألقى القبض؟ القبض على محمد باقر ومحمد رضا وياسين. وهم تابعون لمن؟ واحد هذا محمد باقر تقول المعلومات الاتصالات عنه ضابط معلومات بالأمن الوطني. طيب الخضراء. والآخر؟ والآخر يقول بمكتب رئيس الوزراء وتابع للمخابرات. نعم. ومعطينا إجازة مفتوحة طلع لإسبانيا أستاذ محمد رضا. يعني سافر إلى إسبانيا. نعم. سافر إلى إسبانيا. طيب. من 2005 صدر القاء القبض. نعم. لحد اليوم ما تعمم. نعم. أشكرك سيد رزاق على هذه المعلومات. سيد رزاق العصيبي والد القتيل إيهاب، شكرا جزيلا لك.